شكرا. اتفضل. يا سلمى هاي جلجل. انا وصلت اهو. بقول لك انت ديكور بيتكو شبه بيتنا بالظبط، فرق الوان بسيطه بس. كفايه هزار بقى. طب ايه، قابلت بوبي؟ لا لسه، ده انا متوتر توتر. يا لهوي ليه بس؟ ده بوبي جميل قوي، هو بس يبان جد شويه، بس هو جميل وكيوت جدا. ايه ماشي، ما اعمل ايه يعني؟ بص انت اهم حاجه تبين له انك مركز معاه طول الوقت. ماشي، اصل انطباعي عن ابو العروسه ده انه راجل سخيف، يقعد بقى يطلع عقد ناقصه بقى ويطلب طلبات تعجيزيه والحاجات دي. ليه بس؟ ده جميل قوي، ده كيوت قوي. هو بص هو يبان جد جدا كده، بس هو جميل جدا. طب اقول لك على حاجه، تعال نجرب كده اكن انا هو دلوقتي. هو كده هيسالك يقول لك انت تعرف تعيش سلمى في نفس المستوى اللي هي عايشه فيه ولا لا؟ هتقول له ايه بقى؟ انت طول اتجوز بنتك اصلا؟ اقول له كده؟ اقول له كده؟ لا طبعا انت بتهزر. الو، حضرتك الاستاذ جلال؟ جلال احسان ادري، مدرس موسيقى. خالق الناطق شبهك. بالراحه نايم. بقول له كيف ايه؟ ده مالك بقى، ده ولا هزار ولا حد بيشتغلك ولا ايه الحكايه؟ هو لا، ده كنت بتكلم في التليفون. متوتر يعني فهمت. تحب تغسل وشك؟ اه بدأنا. مش مهم الشكل يا عمي، مهم الشخصيه. طيب ممكن تبص على نفسك في المرايه؟ ببص كل يوم يا فندم، خلقت ربنا هعمل فيها ايه؟ معلش بص في المرايه. اتفضل. لازم عشان ده يعني تكنيك جديد، زودي كلام مختلفة النهاردة أنت من أول اليوم. بصيت يا عمي مش وحش قوي والله. آه ده هزار بقى، أنت جاي تهزر بقى. والله أبدا يا فندم، هو الموضوع كله إن أنا يعني متوتر عشان أول مرة أتقدم. إحنا هنفضل واقفين يا عمي، ما أنا يعني نتكلم وإحنا قاعدين، إيه رأيك؟ اتفضل. اتفضل يا عمي اتفضل. الله، يعني أمسح إيه طيب؟ يا سلمى. ده انت اللي طلعت هوبا. تعالى يا عمي. اوعى ايدك. تعالى يا عمي بس. لا انت هتعمل عليا مجنون، ده انا اجن منك. ما هو اصله مكتوب، كله مكتوب. نزل ايدك يا ابني. تعالى بس بعد ما نتجوز هعالجك باحسن مصالحك. تعالجني يا مجنون. ايوه تعالى بس. نزل ايدك يلا. حلو ما يكملش، لازم يبقى حلو. اللي ما يكملش. تطلع ابوها مجنون. مجنون. اقعد بس يا عمي. تعالى بس هقول لك على حاجه. اوعى ايدك. يا سلمى. تعالي شوفي المجنون الاتجاه بقى ده. شايف ابوكي بيتكلم ازاي يا سلمى؟ ايه اللي انت كاتبه على وشك ده؟ انتوا شايفينه؟ ايوه شايفينه، انت بتهزر؟ هي دي امسح؟ يا نهار اسود. بره. هشرح لحضرتك. بره. اديني فوق. والله انا ضحيه موقف سخيف، انا عارف مين اللي عامله. بره. مش هينفع اقول ظروف عائليه فهميني. انا مش مجنون بره. والله. يا جربوع. جربوع. ثانية واحدة. بره. ابوكي بيقول لي جربوع يا سلمى. اوعي. انا جاي اتهان في بيتكم. بره يا مهزع. انا طب اغلط؟ انا اغلط؟ ده ابوكي. بره يا جربوع. ايه؟ عاملوا ولاد الناس كده في بيوتكم؟ ناس مين؟ بره. يا بنتي بوبي. بس يا بنت.